الشثري سننهل من وصايا مع الشثري سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء بها الشثري يبين للبرايا وينصح للأحب. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الوفيرة العظيمة، ومن تلك النعم أن أنزل علينا الكتاب بيانا للحق وهداية تكون سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب الذي احتوى على المعجزات العظيمة سواء في أحكامه أو في معانيه أو في دلالاته أو في ألفاظه، ومما يتعلق بهذا الكتاب أن الله جل وعلا قد يورد فيه ألفاظا متقاربة في النطق لكنها متباعدة أو متقابلة في المعنى، وسأورد لكم نماذج في هذا اللقاء. من الكلمات المتقاربة في ألفاظها و بينها فروقات في معانيها كلمة بغى وابتغى وبغي وبغي، فهذه كلمات وردت في الآيات القرآنية ولكل واحد منها معنى مغاير لمعنى الكلمة الأخرى، ولعلي أورد عددا من الآيات الواردة التي اشتملت على هذه الكلمات لأبين معنى كل واحد منها. فأول ذلك لفظة بغى، فإنها تطلق مرة ويراد بها الإرادة والرغبة في الشيء، ومرة تطلق ويراد بها تجاوز الحد المأذون به، ولذا قال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي يرغبون ويفضلون. ومثله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، ومثله في قوله ولا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا في قصة موسى والخضر، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فهذه اللفظة بغى أراد بها أراد وقصد، ومثله في قوله خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقوله ولا تبغي الفساد في الأرض. بينما كلمة بغي فيراد بها تجاوز الحد المأذون به شرعا، ولذلك قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقوله جل وعلا وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ويقول جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهكذا في قوله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وانظر لما ذكره الله جل وعلا عن فرعون في قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ومن هذا قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. أما البغي فالمراد بها المرأة الزانية، كما في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وكما في قوله تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، وقوله جل وعلا عندما قال قوم مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وأما ابتغى فإن المراد بها رغبة الإنسان في الشيء وطلبه لتحصيل أمر من الأمور، ومن ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه الآية نزلت فيما يتعلق بالجماع في رمضان، فإنه في أول الإسلام كان الناس يمنعون من الجماع بمجرد نومهم بالليل إلى مغرب الغد، لو نام الإنسان بعد العشاء وجب عليه الإمساك عن المفطرات، فنزل نسخ ذلك وأصبحت بداية الصوم بدل أن تكون من النوم أصبحت بداية الصوم من الفجر. ولذا قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. لأن بعض الأزواج دخلوا على زوجاتهم في الليل فأراد الزوج من زوجته ما يريد الرجل من أهله، فقالت إني قد نمت، فأصبح بعض الأزواج يكذب زوجته ويصفها بأنها تخفي عنه حقيقة الأمر. فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يصف بعضكم بعضا بهذا الوصف، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومما ورد فيه استعمال لفظة ابتغاء قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، ومثل في قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ومثل قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم ممن يبتغي الجنان العالية ورضا الرحمن الكريم ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
مرشحة بأثواب البهائي. بها الشثر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائي. قضايا أو هموم أو حكايا بها تبيان داء أو دوائي.